عن الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين وتداعياتها، ينضم إلينا عبر سكاي من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني الأمم المتحدة أكدت تزايد عنف المستوطنين وأيضا استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ولكن ما أسباب تصاعد حدة الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين مؤخرا؟ ما سبب ذلك أستاذ محمد؟ في الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد العام 2021، أي بعد عملية سيف القدس، تعاملا حادا جدا، لدرجة أنه يستخدم قوة الردع في التعامل مع الفلسطينيين. يقتل في اليوم 2 أو 3 من الفلسطينيين، يجرح العشرات، يعتقل العشرات، يقوم بعملية الدهم. هذا في محاولة منه لكسر معادلة المقاومة التي باتت مؤخرا ظاهرة بشكل واضح جدا في الضفة الغربية، تحديدا في شمالها في جنين ونابلس، بالتزامن مع التطرف والسباق نحو المستوى السياسي في الكيان. هذا كله على حساب الفلسطينيين، لدعم الاستيطان يحتاجون لقتل الفلسطينيين، لترسيخ حكومة متطرفة يحتاجون لمصادرة أراضي الفلسطينيين، لتثبيت معادلتهم الأمنية يحتاجون للردع الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين وهدم منازل الفلسطينيين واحتجاز جثامين الشهداء وحصار قطاع غزة. كل هذا المشهد الآن يتصاعد وكأنه سباق ما بين الشخصيات الإسرائيلية في الوصول إلى الحكم أو تثبيت حكومة هنا أو حكومة هناك، ولكن في المحصلة هي عقيدة أمنية دينية يهودية تقوم على مبدأ أنه في حال ردعت العرب وقتلت العرب فهم يخافونك، والعربي الميت هو العربي الجيد فقط، ومن ثم هم يحاولون تغطية بعضا من هذه المجازر وهذا المشهد البشع بموضوع التطبيع الذي ظهر مؤخرا في بعض الدول. ولكن على وقع مباريات كأس العالم والمونديال وما رأوه من صفعة من الجماهير العربية والإسلامية وحتى جماهير دول العالم التي رفضت إسرائيل وقالوا الحرية لفلسطين، لفلسطين، هذا جعلهم يزدادون قهرا من أنه حتى التطبيع الذي مارسوه شكلا لم يعد يجمل صورتهم، فعادوا وعززوا نظرية الردع التي بنيت عليها دولة الكيان. هذه الدولة بنيت على نظرية الردع القوي والقوة المفرطة من خلال المجازر، من خلال القتل، من خلال التدمير الذي حل بلبنان، حل بسوريا، حل بمنطقة مصر، وحل أيضا بالفلسطينيين، وعملوا عدة اتفاقيات وما زالوا يصرون على أن الفلسطيني يجب أن يقتل. انظر كيف يقومون بعملية إطلاق النار بدم بارد على الشباب الفلسطيني. فبكل بساطة لا يوجد رادع لهم في الساحة الدولية، لأن الأمم المتحدة لا تحاسب إسرائيل وهي تعتبر نفسها فوق القانون. نعم هناك شلل كامل في جامعة الدول العربية في التعامل مع إسرائيل، نعم وهناك صمت مطبق من الدول الإسلامية، وبالتالي النتيجة ضوء طيب أخضر نعم لمزيد من القتل. أستاذ محمد، المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقول يعني إنه بات من الصعب أن نميز أو التمييز بين عنف المستوطنين وعنف قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. كيف يمكن محاسبة المستوطنين المتورطين بهذه الانتهاكات؟ الاحتلال يتلاعب بالمشهد القانوني لملف المستوطنين، هو يعتبرهم بأنهم مواطن، بأن المستوطن هو مواطن إسرائيلي ويتعامل معه من خلال الشرطة الإسرائيلية، بينما في الأمم المتحدة والقانون الدولي تعتبر أرض 67 هي أرض محتلة، وكل من عليها هو مستوطن غير شرعي يجب إزالته والخروج من هذه الأرض. في التعاملات الداخلية الإسرائيلية هم يعززون لهذا المستوطن الأرض والسكن والشوارع، ويقتلون الفلسطيني ويقلعون الأشجار من أجل هذا المستوطن. هذا المستوطن يدرك جيدا أنه غير محاسب، لأن في هويته هو هوية إسرائيلية، كيف ستحاسبه الدول وهو هوية إسرائيلية ويعامل معامل مواطن إسرائيلي في دولة الكيان؟ وحينما يوجه إلى العالم ويسافر إلى العالم فهو يسافر كأنه إسرائيلي،
نعم ولكنه في حقيقة الأمر يسكن في منطقة محتلة، إذا أردنا أن نعتبر القانون الدولي أن 67 محتلة. هذا يعني أن ازدواجية التعامل الإسرائيلية تمرر الكثير من مشاريع الاستيطان على حساب القوانين الدولية المتجاهلة أصلا من قبل الاحتلال، وكل هذه البيانات التي تخرج من الأمم المتحدة ومن مسؤولين الأمم المتحدة هي شكلية لا مضمون لها طالما بقي الاستيطان يتوسع، وطالما المستوطن يحمل الهوية الإسرائيلية التي تشرعن له كل ما هو باطل في الساحة الدولية. فيما يتعلق بالأطفال أستاذ محمد، هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني 815 طفلا منذ بداية هذا العام. هل الأطفال يشكلون خطرا على الكيان الصهيوني أستاذ محمد؟ الاحتلال الإسرائيلي لا زال يكمل مشروع العنصرية، ولا زال يكمل مشروع الترهيب والردع للفلسطينيين. الأطفال في سجون الاحتلال قصة لا نهاية لها، مأساة لا عمق لها من كثر ما في قصص مأساوية في السجون للأطفال. لك أن تتخيل أن طفل عمره 14 سنة يحكم عليه بالمؤبد ويعيش في الغرف المعزولة، لك أن تتخيل كيف لهم أن حاصروا الطفل أحمد مناصر وجعلوه يدخل في حالة نفسية. هذا المشهد الإسرائيلي ليس لأنه خطر على أمن إسرائيل، هو يتلذذ، هي سادية يتفنن في تعذيب الفلسطينيين. يعني ممكن أن تسألني كيف للإسرائيلي أن يحتجز جثمان من قتله؟ هو يريد أن يقتل الشهيد ومن ثم يحتجز جثمانه ضمن العقوبات الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني لكي يقهر أم الشهيد، لكي يقهر المجتمع. هذه العناصر، يعني هناك بعض الحواجز العسكرية على سبيل المثال موجودة في الضفة الغربية ليس لها دافع أمني، ولكنها وجدت فقط لكسر معنوية وإرادة الشعب الفلسطيني، لتدمير الحالة النفسية، للوضع العنصري، لتعزيز العنصرية الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين. كذلك الأطفال في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع تعذيب، يتعرضون لأبشع عملية اعتقال للتحقيق، كل هذا في غياب المشهد الدولي. وإن حضر الصليب الأحمر الدولي سيكون عبارة عن رسالة شكلية لا مضمون لها للأسف، وعلى ذلك تقاس الأمور في كل جوانب الحياة الفلسطينية على يد الإسرائيليين. ذكرتم أستاذ محمد في معرض كلامكم أن المجتمع الدولي يتغاضى عن الأعمال الإجرامية، وأيضا يعني نوهتم إلى أن الجامعة العربية لا وجود لها في موضوع حق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وأيضا الدول الإسلامية، ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة مؤخرا على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ما أهمية هذه الخطوة أستاذ محمد؟ وكان قبل ذلك بعقود لدينا قرار 194، القاضي بإعادة اللاجئين والقاضي بانسحاب الأراضي إلى الأراضي 67. من طبق هذا القرار؟ هذه القرارات من الأمم المتحدة ومن الجمعية العمومية ومن غيرها لا يمكن لها أن تمرر طالما لدينا الفيتو الأمريكي. الفيتو الأمريكي الذي يجمل صيغة وعنجهية إسرائيل على أنها دولة ديمقراطية. هناك أوجه كثيرة، لن نتحدث عن المجازر التي حدثوها في غزة وفي جنين وفي نابلس مؤخرا، نتحدث عن أبسط الصور. لك أن تتخيل لنا أننا في عام 2022 تجد قوات الاحتلال توزع شارعين، شارع للمستوطنين هذا الشارع مرتب ومنظم وليس عليه حواجز عسكرية، وشارع للفلسطينيين عليه التنكيل والتعذيب. انظر إلى هذه العنصرية، ماذا تقول فيها الأمم المتحدة؟ ماذا تقول الأمم المتحدة وهيئات حقوق المرأة نعم عن الأسيرات الفلسطينيات؟ ماذا تقول هيئة حقوق الطفل عن الأسرى الأطفال المصابين الذين بترت سيقانهم على يد رصاص الاحتلال وهم الآن في مستشفى الرملي الإسرائيلي المعتقل الإسرائيلي؟ كل هذا المشهد يحتاج إلى قرار فعلي وليس إلى بيانات خجولة توضع على الرف ولا يوجد لها نتيجة، بصمت دولي وتخاذل عربي للأسف وحالة من الجمود في ملف القضية الفلسطينية. عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني محمد القيق، شكرا جزيلا لكم.